امس برك عين امس جاء وزير هنا يبكي قدام المجلس، راني ضيعت ورقتي سامحوني، وطلعت الورقه نتاعو ماهيش ضايعه. لكن الوزير هذايا بالذات تعلم تضليل المجلس، ولما انا كنت كان عندي الشرف والشجاعه ان اقول انه رانا اسانا اختيار بعض مسؤولين نتاعنا، قال راهو عندي مشكله معايا الشخصيه، الادعاء باطل وكذب. احنا المره اللي فاتت جات صفقه خاطئه بالمراكنه في خرق للقانون، يقوم بها نفس الشخص المره هذه يتعلم تضليل المجلس ويدعي انه عنده تراخيص، المره هذه امس يقول عندي ورقه ضايعه. مرعنا اليوم الا انا ما عنديش فيسبوك وما نفهمهاش، اما جو قالوا لي هبطوها فيسبوك، وانا ولد اداره ونعرف مضيعش الاوراق. فبالتالي هذوما الناس احنا فرضناهم على السيد رئيس الحكومه، ممكن كان هو اخلاقه غلباته انه ما قالوش شد دارك، انا كنت في بلاصته ما يروحش بيروه يروح لداره، هذا قالوه زملائي في حاجات اخرين، انا اقول كذلك ينطبق على الوزراء. لكن على كل حال انسان اخلاقه تغلبه وهذا مش عيب. في الاخر الوضعيه الان ماذا تقتضي؟ الوضعيه الان تقتضي تقاسم عبء المرأة.